السلام عليكم. اليوم رانا على مستوى ساحة بورسعيد، ونروح باتجاه شارع العربي بن مهيدي لنقف على العملية نتاع الترميم نتاع البنايات على مستوى هذا النهج، النهج العربي بن مهيدي. إذا الآن رانا في بداية النهج هذا، ولاحظ أولا الآن التغليفات الأرضية على الرصيف، وهذا التغليف هذا جيد جدا، المادة المستعملة هنا في التغليف الأرضي، حيث أنه هذه التغليفات عندها الآن حوالي تقريب 10 سنوات منذ وضع هذا التغليف هذا، وأثبت الصلابة تاعه. إذن لابد من استعمال هذا النوع من التغليف في التهيئات نتاعنا في مناطق أخرى. إذن هذا نوع جيد على مستوى التغليف تاع الأرضي، على مستوى واللي استعمل في كل يعني تقريب كل شوارع تمثل الجزائر العاصمة. والآن نروح نشوف البنايات الأولى لهذا الشارع اللي راهي قيد الترميم. نش لاحظ هنا بناية تم ترميمها، ولابد من تحسين يعني الاستعمال تاع الشروفات باستعمال دي ستور، هذوك لي ستور اللي يديروهم يديروك حاجه جديده وحاجه نقيه بروب. هنا رانا نشوف شغل لي ستور هذوك يشبهوك شغل توالق، لابد تكون فيه استعمال دي ستور دو بون كاليتي باش يديروا الظل في الباركون. والملاحظ هو انه بعض العمارات تم تجديدها بطريقة رائعة، يعني الروعة، يعني طريقة عالمية. والتجديد هذا ما راهش بالضرورة ترميم، إن البنايات راهي في حالة جيدة. هنا نشوف البناية هذه ما زالت ترمم. والملاحظ كذلك أنه على مستوى المحلات التجارية يعني فيه تحسين للافتات نتاع المحلات التجارية، يعني من ناحية الديكور للديزاين نتاع المحلات فيه تحسين كبير، فيه تحسين كبير. هنا نشوف العمارات، كان كثير من العمارات ما زالها قيد التجديد والترميم. ونعاود نأكد على نقطة مهمة جدا، وهي قضية ليطونشيتي نتاع هذه البنايات. لازم تكون البنايات هذه تكون فيها أشغال تاع ليطونشيتي تكون مليحة، لأن العدو الأكبر نتاع هذه البنايات هو الماء، هي المياه والأمطار. إذا لازم تكون إن بون إيتونشيتي في البنايات هذه. هنا نلاحظ أنه فيه عمل نتاع مندار نتاع تجديد، وهنا نلاحظ البناية هذه الذي تم بناؤها لا تتناسب مع الشكل العام، الشكل العام نتاع الشارع وحتى نتاع الشكل العام نتاع المدينة بصفة عامة. يعني هذا في إذن هذا هو العمل، هذا يبقى متواصل على مستوى يعني كل البنايات، ويمتد الآن الأشغال هذه تاع الترميم تمتد إلى عدة شوارع. بدأت العملية نتاع يعني التطرق إلى شوارع ثانوية، وهذا هو يعني المبتغى. لازم المدينة بصفة عامة ككل لازم تجدد ويكون فيه عمل متواصل
نتاع الصيانه وتكون مؤسسه نتاع البلديه تبع البلديه تكون مختصه في هذه العمليات تاع التجديد والصيانه. وهنا نشوف عمل رائع اندار. لازم تكون هيئات نتاع تبع الجماعات المحليه تهتم وتكون عندها المهمه نتاع الصيانه باش تبقى العمليه متواصله. هذه عمليه ما تحبش، يعني فيه العمل هذا لازم يكون متواصل. وهنا لحقنا البنايه تاع ما كان يسمى بو مارشي، الان قال لك هذا الان اصبح متحف، اصبح متحف للفنون، الفنون العصريه لا كونتمبورا. هنا نشوف انه فيه بنايات كثيرة، وهذه هي البنايه اللي اصبحت متحف وطني للفنون المعاصرة أو الفنون العصرية. وهنا نشوف بنايات كثيرة ما زالها قيد التجديد والترميم. كاين بعض الناس يقول لك هذه البنايات لازم نهدمها وراهي في حالة انهيار. هذه البنايات يا الناس، هذه هي أكثر حداثة من البنايات الموجودة في باريس أو لندن أو روم في المدن الأوروبية، وهي أقدم من مدينة الجزائر. ويعني البنايات ما زالها قائمة وما زالها واقفة وما زالها الناس يعني تتمتع بهذا الإرث الحضاري. وحنا يجي يقول لك راه قديمه ولازم نهدمها ولازم نريبها وهذه راهي آيلة للسقوط. وين راهي البنايات آيلة للسقوط؟ كاين اقدم، روما اقدم من الجزائر العاصمه، باريس اقدم من الجزائر العاصمه. كيفاش الناس تقول لك لازم نهدم هذا وعندهم اهداف مبيته؟ وفي الحقيقة فيه بنايات قديمة وهي يعني آيلة للسقوط، هي البنايات الأولى التي تم إنشاؤها في الجزائر، يعني هي الأقدم ولات يعني مش كمية كبيرة، تمثل أقصى حتى تمثل 5% من مجموع البنايات الموجودة في الجزائر. إذا لابد الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وصيانته وتثمينه. إذا نكتفي بهذا القدر، سوف يكون لدينا فيديو آخر عن الجزء الآخر يعني من الشارع هذا تاع بن رمضان نتاع العربي بن هيدي، انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر إلى ساحة البريد المركزي. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.